اللهم لك الحمد ومنك الفرج، ولك الحمد وإليك المشتكى، ولك الحمد وإليك المستغاث، ولك الحمد وأنت المستعان. لك الحمد عدد ما رزقت، ولك الحمد عدد ما خلقت، ولك الحمد عدد ما ذرأت، ولك الحمد عدد ما وهبت. لك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا. لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل على مسك الختام وبدر التمام وخير الأنام سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومقامنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا جابر كل كسير، اللهم يا جابر كل كسير، يا من عليه العسير يسير، حاجتنا إليك كثير، وأنت بها عليم وخبير. نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك غنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وتتوب علينا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا.
اللهم وفقه ونائبه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، وإلى ما فيه عز الإسلام والمسلمين. اللهم من يحفظون أمننا فاحفظهم، ومن يحرسون أوطاننا فاحرسهم، واخلفهم في أهليهم وعقبهم خيرا يا الله. اللهم اجعل بلدنا هذا واحة للأمن والإيمان والسلامة والإسلام، واجعله مأرزا للمؤمنين يا رب العالمين. إلهنا كفر عنا أسوأ الذي عملنا، كفر عنا أسوأ الذي عملنا، واجزنا أجرنا بأحسن ما كنا نعمل يا الله يا الله. اللهم أنزل رحمتك على عبادك المرضى، اللهم أنزل رحمتك على عبادك المرضى، اللهم أنزل عليهم عاجل الرحمة. اللهم اجعل مكان الداء دواء، ومكان السقم شفاء. اللهم أعلِ أبدانهم إلى العافية، اللهم اشف أبدانهم وأجسادهم يا رب العالمين. إلهنا لا تجعلنا ممن رغمت أنوفهم، أدركوا رمضان فلم يغفر لهم، أدركوا رمضان فلم يغفر لهم. أنت أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين، أنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على ذي القدر العلي والنور البهي والمقام السني سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين في الغداة والعشي.